ازاي تطبيقه، لكن هل يعرض ده الحقيقه ان هناك قياده سياسيه تعي ما هي التنميه المحليه، تشارك بكل قوه، وده كان واضح جدا التفاعل العظيم اللي تم بين الساده المحافظين وبين القياده السياسيه في مواجهه التعديات وفي اجراء الاصلاحات اللي الحقيقه كلنا كنا فخورين بهذا النتائج. يعني زي ما حضراتكم شفتوا من الكلام اللي اتقال، اللامركزيه في كلمه واحده هي تمكين المجتمعات. حضرتك بتشرف ولا زال يعني ما يعادل المحافظ في فرنسا حتى الان هو يعين من الحكومه، لانه هو اللي بيقوم بكسب التخطيط الاستراتيجي مع، انما السؤال اصبح كيف تطبقها؟ وكيف تطبقها طبقا لما يتناسب مع المناخ كله اللي موجود في دولتنا. احنا الحمد في ما وحده سياسيه بسيطه. ما هياش دولة فدرالية ولا كونفدرالية عشان تديك حكومة إلى آخر هذا الموضوع. إحنا طبعًا معانا السادة محافظينا، وأنا عارف إن هناك أسئلة كثيرة جدًا يعني في التطبيق. إحنا بناخد التجربة الفرنسية، ويمكن حضراتكم بتحبوا تتعمقوا أكتر في مقاله، وإن كان الحقيقة قالوا بوضوح تمامًا، لكن احنا بنتطلع للساده محافظينا، والميكروفون موجود في القاعه، تمام، فنبدا بالساده المحافظين.